نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. والآن مع المراجعة النهائية في الترم الأول، في المراجعة النهائية للترم الأول. أكمل ما يأتي. 12 في نفتح قوس 350 زائد نقط، نكفي القوس بيساوي نقط في 350 زائد 12 في 220. طبعا هنا هنقوله 12 في 350 يدينا نقط في 300، يبقى نقوله 12 في، يبقى نكتب هنا ال 12. يبقى هنا الكام؟ هنا الايه؟ ال 12. طيب نقوله بنفس الحكايه، 12 في كام؟ يدينا 12 في 220، يبقى بدل النقط دي نحط 220. السؤال بعد كده بيقول لي ايه؟ إذا كان طول حشرة في الصورة هي 10 سنتيمتر، يبقى طول في الصورة كام؟ 10 سنتيمتر، وطولها الحقيقي 2 ملي متر، فإن مقياس الرسم بيساوي، طبعا هنا مقياس الرسم بيساوي إيه؟ الطول في الصورة على الطول الحقيقي، الطول في الصورة على الطول الحقيقي، يعني نقوله إيه؟ يبقى مقياس الرسم بيساوي العشرة على الكام؟ 2 ملي متر، يعني نقوله 2 من 10، نحولها بدل ما هي من ملي متر نحولها الى سنتيمتر، يبقى مقياس الرسم هيساوي كام؟ هيساوي 10 على الكام؟ 2 من 10، بتضرب في 10 يبقى 100 الى 2، هنا المفروض يبقى كده 100 على الكام؟ على الايه؟ ال 2، يبقى هنا 100 نقسمها على الكام؟ على ال 2. طب 100 على 2 تساوي كام؟ 50، يبقى او كنسبه بقى نقوله ايه؟ على ال 2 فيها ال 50 و2 على 2 فيها ال 1، يبقى مقياس الرسم هيساوي كام؟ يساوي 50 الى 1، يبقى مقياس الرسم يساوي 50 الى الكام؟ الى الايه؟ ال 1. وزي اللي بعد كده بتقول لي ايه؟ 4 و 63 من 100 لتر بتساوي كام سنتي؟ طبعا احنا عايزين نحول من اللتر الى السنتي، طبعا هنا من الكبير الى الصغير، طبعا اللتر اكبر من السنتيمتر المكعب، فبنعمل ايه؟ بنضرب في كام؟ بنضرب في الايه؟ في الالف، بنضرب هنا في الكام؟ في ايه؟ في الالف، خلاص علشان نحول من الايه؟ من اللتر الى الايه؟ السنتيمتر الايه؟ المكعب، يبقى هنضرب في الالف. لما بنضرب في الالف العلامه دي ديت بتتحرك 3 ناحيه الايه؟ اليمين، يبقى العلامه ديت هتتحرك هنا 3 ارقام، هنا في رقمين يبقى لازم نحط صفر، يبقى الناتج بيطلع لي كام؟ 4630 سنتيمتر مكعب، يبقى 4 و63 من 100 لتر تتحول الى كام؟ 4630 سنتيمتر مكعب. هنا بيقول لي المدى على طول المجموعه، ايه تعريفه بقى؟ المدى على طول المجموعه يساوي ايه؟ يبقى المدى على طول المجموعه بيساوي عدد المجموعات، يبقى انا لو عايز نجيب عدد المجموعات نقول المدى ونقسمه على طول الايه؟ طول الايه؟ المجموعه. السؤال بعد كده بيقول لي خزان على شكل متوازي مستطيلات، أبعاده 7 أمتار، 5 أمتار، و9 أمتار، ما حجم الماء الذي يملأ ثلثه؟ ما حجم الماء الذي يملأ إيه؟ ثلثه. طيب بص معايا، طبعا هو ده الخزان، لما نعتبر الخزان بالصورة دي كده هوت، آدي أبعاده، يعني هنا نقوله كام؟ 7 متر، وهنا كام؟ 5 متر، وهنا إيه ارتفاعه كام؟ 9 متر. طب اولا لو احنا ملينا الخزان كله بالميه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن حجمه كله، حجم المتوازي المستطيلات. طب حجم متوازي المستطيلات بيساوي ايه؟ بيساوي الطول ف
في العرض في الارتفاع. الطول اللي هو 7 في العرض 5 في الارتفاع اللي هو كام 9. كده نملى الخزان. بس هو عايز مين بقى؟ ثلث الايه؟ ثلث الايه؟ الخزان. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نقول له دلوقتي اول حاجه نعملها نقوله حجم الخزان كله عباره عن كام؟ عباره عن 7 في 5 في 9 يدينا 315 متر مكعبا. يعني 315 متر مكعب يملى الايه؟ الخزان. طب احنا عايزين ثلثه، يبقى نعمل ايه؟ يبقى حجم الماء اللي هو يعتبر ثلث حجم الخزان، يعني 1 على 3 في حجم الخزان، في حجم الميه اللي في الايه؟ خلاص يبقى نقول 1 على 3 في 3 315. بالاختصار هيدينا كام؟ هيدينا 105 متر مكعب. يبقى اذا الماء اللي هيملى ثلث الايه؟ الخزان كله هيبقى كام؟ 105 متر ايه؟ مكعب. السؤال بعد كده او التالي، ماكينتان لتصنيع القماش، الاولى تنتج 50 متر من القماش في ساعتين، كويس، والثانية تنتج 60 متر من القماش في ساعتين ونصف. حدد اي الماكينتين اكثر كفاءة، كويس. طيب تعال نشوف مع بعض كده معدل انتاج الماكينة الاولى. طيب نجيبها ازاي؟ هي بتعمل كام متر في الساعتين؟ تعمل كم متر؟ يبقى نقوله 500 متر في الساعتين، يبقى كل ساعتين بتعمل لي 500 ايه متر. فاحنا عايزين نقوله الكفاءة، يبقى هنا عدد الامتار على الزمن نقوله بتبقى بتساوي كام؟ يبقى معدل انتاج الماكينة الاولى هيبقى عبارة عن 500 على 2 يدينا 250 متر. يبقى كل ساعة هتعمل لي كام؟ هتعمل لي 250 متر. يبقى دي معناها ايه؟ ان معدل الانتاج في الساعه الواحده خلاص بتعمل كام؟ كل ساعه بتعمل لي 250 متر. خلاص يبقى دي نقوله ايه؟ معدل انتاج الماكينه الاولى 250 متر ايه؟ على ايه؟ في الساعه. طيب تعالوا نشوف معدل الايه؟ معدل انتاج الماكينه الثانيه. الماكينه الثانيه بتنتج كام؟ بتنتج 600 مترا من القماش في كام؟ في ساعتين ونص. يبقى نقول 600 على 2.5 بالاختصار هنلاقيها ايه؟ 240 مترا على الايه؟ لكل ساعه، لكل ايه؟ ساعه. يعني في الساعه خلاص الماكينه الثانيه ديت في الساعه الواحده هتعمل لي كام؟ 240 متر. طيب ايهما اكثر كفاءه؟ تعال نشوف كده. يبقى الماكينه الاولى اكثر كفاءه لانها بتعمل في الساعه كام؟ 200 وايه؟ 250 مترا. اما الماكينه الثانيه فبتعمل 200 وايه؟ و40 ايه مترا. السؤال التالي والإجابة بتاعته إن شاء الله هنقولها مع بعض. مكعب من الصلصال طول حرفه 8 سنتيمتر، يبقى طول الحرف بتاعه كام سنتيمتر؟ صنعت منه مكعبات صغيرة طول حرف الواحد منها كام؟ 2 سنتيمتر. أوجد عدد هذه المكعبات. يبقى دلوقتي مطلوب مني هنحولها بقى، يبقى دلوقتي المكعب ده اللي هو من الصلصال الطول الحرف بتاعه كام؟ هيبقى كام عندي هنا اهوت؟ 8 سنتيمتر. خلاص فاحنا عملنا ايه؟ احنا اخدين منه بقى كده اهوت وعملنا مكعبات صغيره، بس بحيث يكون طرف طول حرف المكعب الاصغر يعني 2 سنتي. بيقول لي بقى اوجد عدد المكعبات اللي انت هتعملها بهذه الوسط. طيب اول حاجه نجيب مين؟ حجم مكعب الصلصال. حجم مكعب مين الصلصال هيبقى عباره عن كام؟ طول الحرف في نفسه في نفسه. يبقى بنقول هنا حجم المكعب الصلصال هيبقى عباره عن 8 في 8 في 8 لان طول الحرف هنا كان ب 8. طيب نرجع نجيب مين بعد كده؟ طول حجم المكعب الواحد اللي هو الايه؟ المكعبات الصغيره بقى. طيب بتساوي ايه؟ طول حرفه، طول حرفه هنا كام؟ 2. يبقى نقوله 2 في 2 في ايه؟ في ايه؟ في 2. طب انا دلوقتي عايز نجيب ايه بقى دلوقتي؟ عايز نجيب عدد المكعبات، نجيب طول عدد الايه؟ المكعبات. نعمل ايه؟
بنقسم حجم مكعب الصلصال اللي هو الكبير اصلا على حجم المكعب الواحد، يدينا عدد الايه المكعبات. يعني هنقسم ايه 8 في 8 في 8 اللي هو حجم مكعب الصلصال على حجم المكعب الواحد اللي هو 2 في 2 في 2، بالاختصار هيدينا كام 64 مكعب. يبقى عدد المكعبات في النهايه تطلع بكام؟ ب 64 ايه مكعب. في نهايه هذه الحلقه اتمنى ان تنال اعجابكم، مع تحيات الاستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في ماده الرياضيات. لا تنسى زياره قناتي على اليوتيوب قناه الاستاذ التعليميه والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد.